ممكن حزب العداله والتنميه يتحالف مع الاصاله والمعاصره، ولا تحالفوا علاش لا يكون كاع احسن؟ يعني راه مزيان انهم يتحالفوا جوج ديال الاحزاب ويعطيونا حزب زوين. لا تحالف العداله والتنميه مع الاصاله والمعاصره اللي كانوا يخدموا البلاد وتوفقوا، الله يسهل عليهم والله الله يوفقهم يخدموا لمصلحه البلاد، وحنا كشي بغينا بنا التوفيق للبلاد والله يسهل عليهم. بامو البي جي دي سواء تحالفوا ولا ما تحالفوش ماشي سوقي، انا غنشوف خصني النتيجه نشوف شنو كاين. في الندوه اللي دار امين العام ديال حزب العداله والتنميه قبل، قال انه في حاله الى نجحوا الاحزاب بجوج ما يمكنش يتجمعوا يكونوا في نفس الحكومه. ما كنظنش ان حزب العداله والتنميه غادي يتحالف مع حزب الاصاله والمعاصره، لان التوجه ديال حزب الاصاله والمعاصره ماشي هو التوجه ديال حزب العداله والتنميه، فهما كيختلفوا. وحزب الاصاله والمعاصره كان من يعني من اقوى المعارضين لهذا الحزب. الاصاله والمعاصره الا عطات واحد الخطر ديالها، الا هضرات بالخطر مع بالنسبه للسي بن كيران يقدر يقبل لهم، اما الا هضروا معاه بالعنف ولا شي حاجه ما كنظنش يمشي معاهم في الخط. تحالف ما تنظنش، وحتى الا تحالفوا نتمنى على الله يكون هادشي في صالح الوطن باش نعيشوا في واحد الامن وسلام. ما كنظنش بان حزب العداله والتنميه يتحالف مع الاصاله والمعاصره، نظرا لديك الحمله الانتخابيه داك الشيء اللي كان بيناتهم بجوج. ولكن في السياسه كل شيء ممكن، اعداء ديال البارح يقدروا يكونوا اصدقاء ديال اليوم.